السلام عليكم يا شباب، رجعنا مرة ثانية مع فيديو جديد من فيديوهاتنا، الفيديو الثالث في عملي الكارديو. ان شاء الله احاول ان انا النهاردة في الفيديو ده اخلص لكم الجزء الخاص بالصور اللي بنستخدم الاطلس، وكذلك الجزء الخاص بالجارات. يبقى فاضل لنا بس فيديو او فيديوهين قصيرين عن الاكس راي. مبدئيا كده انا هتكلم على الفيزلز الموجودة في الابر ليمب واللور ليمب، هما اللي فاضلين لنا. لو جاب لك صورة زي دي كده غالبا هيشاور لك على اي فيزل من الفيزلز، فتعالى ندرسهم مع بعض واحد واحد كده ونشوف هنتكلم عنهم بايه. لو جاب لي الفيزل ده كده، تمام، ده ايه اللي خارج؟ هو بص كده، دي الجزء بتاع الكلافيكل، المفروض ان هي الفيرست ريب، الاوتر بوردر بتاعه، المنطقة دي منطقة الاكزيلا. لو شاور لي على الفيزل ده غالبا هنقول الاكزيلاري ارتري. طب لو نزل بعد شوية كده وفي المنطقة الجزء اللي بدأ يلتصق فيه جنب الهيومرس، يبقى أنا كده بقيت عند البريكيال أرتري. يبقى لو شاور لي على الجزء ده كده هقول له ده البريكيال أرتري. طب لو نزل تحت كده بعد ما البريكيال الأرتري خلص وبدأ ينقسم عند النيك بتاعة الريديوس، انقسم إلى ريديال وألنر. الاسم ده غلط يا جماعة، احنا عارفين ان اللي بيروح ناحية الريديوس ناحية لاترال يبقى اسمه ريديال ارتري، واللي بيروح ناحية الميديال الناحية دي كده بيبقى اسمه الالنار ارتري. تمام كده، يبقى انا عندي اكزيلاري فوق، بريكيال تحته هنا كده، بعد كده ريديال والنار. في الصورة دي جايب لي بعض البرانشات، انا هحاول ان انا يعني امشي معاك كده سريعا على البرانشات. هو ذاكر برانشات ايه؟ برانشات البريكيال ارتري. بس انا همسك الاكزيلاري من فوق كده عشان يعني لو سألتك من برانشات الاكزيلاري، انا مش هاخد البرانشات كلها، انا عايز البرانش ده كده من برانشات الاكزيلاري اسمه ايه؟ اسمه anterior circumflex humeral، كان برانش من الثيرد بارت، واللي جنبه وماشي ورا ده كده البوستيريور circumflex humeral. كان في معاهم برانش بيمشي تحت الاسكابيولا هنا، هو كان اسمه الساب اسكابيولار. تعال نبص كده نفتكر شكلهم كانوا عاملين ازاي. بص اهو، ده كان الاكزيلاري، كان 3 بارتس، فيرست بارت، سكند بارت، ثيرد بارت، وكانوا بينقسموا عن طريق عضلة كان اسمها البيكتوريز ماينور. انا بس الثيرد بارت هو اللي ظهر عندي. برانش بيعدي قدام الهيومرال اسمه انتيرو سيركمفليكس هيومرال، وبرانش بيعدي ورا اسمه بوستيرو سيركمفليكس هيومرال، وبرانش بيعدي تحت الاسكابيولا اسمه الساب اسكابيولار. دول كانوا برانشات الثيرد بارت. كان عندي من الفيرست بارت برانش كان اسمه السوبيريور اكزيلاري او الابر اكزيلاري، اول مذكور عندنا في الكتاب باسم سوبيريور ثوراسيك. ده كان من الفيرست بارت. وكان عندي من السكند بارت برانشين، برانش اسمه اللاترال ثوراسيك وبرانش اسمه السوراكو اكروميال. تعالى بقى نرجع للصورة تاني كده، ادا الانتيرو سيركمفليكس هيومرال، وادا البوستيريور سيركمفليكس هيومرال، وادا السب سكابيولار، وبيطلع منه سيركمفليكس سكابيولار بيلف حوالين الاسكابيولا هناك اهو. بص كده شايف ده، في عندي ادا برانش اهو وادا برانش اهو، دول برانشات السكند بارت. اللي تحت ده كده ده اللاترال ثوراسيك، واللي فوق ده ثوراكو اكروميال. هتقولي يا دكتور عرفت ازاي ان هو ثوراكو اكروميال؟ في برانش منه رايح للاكروميان اهو، وبرانش رايح للكلافيكل فوق اهو، وبرانش رايح للجزء بتاع البيكتورال ريجون الناحيه دي. هو ده البرانش اللي كان بيطلع منه 4 برانشز كانوا بـ A B C D، اكروميون اكروميال بيكتورال كلافيكولار ودلتويد برانش. طبعا انت مش محتاج انك تعرف الكلام ده كله في الجزء ده، انت بس انا بفكرك ليه؟ عشان النظري، يبقى انت رجعت على النظري مع العملي في نفس الوقت. طيب لو نزلت الجزء ده على جزء الارتري اللي اسمه البريكيال ارتري، اول برانش واكبر برانش من البرانشات بتاعته اللي هو بيلف على الباك بتاع الهيومرس وينقسم الى جزئين، جزء يطلع لفوق وجزء ينزل لتحت. البرانش ده اسمه البروفاندا بريكياي ارتري. بعد كده بننزل شويه كده نلاقي ارتري اهو، وارتري تحت هنا اهو. الارتري اللي جاي من فوق ده كده ونازل ناحيه الالنر كنا بنسميه سوبيريور النر كولاترال، وكان بيمشي ورا الميديال كوندايل. والارتري اللي تحت ده كان اسمه الانفيريور النر كولاترال، وكان بيمشي وقدام الميديال كوندايل. بعد كده بننزل ننقسم الى ريديال والنر. انا كده وضحت لك الرسمه دي تماما، ايضاح يعني تام. تعال بقى نشوف الاسئله اللي ممكن تيجي لك عليها. جايب لي بعض الصور اللي بعد كده. لو شاورت لي فوق هنا كده انا لسه ما وصلتش تحت، انا لسه في الابر ثيرد بتاع الهيومرس، يبقى انا اكزيلاري. تمام، هيقول لك ممكن يسالك سؤال يقول لك اديني 3 من البرانشات بتاعته. ده انا اديتك 6 برانشات، واحد في الفيرست بارت، واثنين في السكند بارت، وثلاثه في الثيرد بارت. تقدر تقول اي حاجه زي ما انت عايز.
طب لو شاور لك تحت، بص مش قلت لك ان الارتري ده كان مكتوب غلط عندك في الصوره الاولى؟ كاتبين فعلا عليه هنا الالنر. الاجابه دي صح، هنا الالنر دي الاجابه الصحيحه. الراديال بيمشي على الراديوس والالنر بيمشي على الالنر. لو سالك ايه البرانشات اللي ممكن تكون موجوده عندك من الالنر ارتري، احنا كان عندنا 4 برانشات للالنر ارتري. بص كده تعالى نشوف البرانشات اللي كانت معانا من الالنر ارتري، اديني لحظه. بص كده الالنر ارتري كان بيديني برانشات ايه؟ برانش يطلع يرجع يعمل اناستوموزيس قدام الميديال كوندايل وكان اسمه انتيريور النر ريكرنت، وبرانش يعدي ورا الكوندايل ويبقى اسمه بوستيريور النر ريكرنت، وبرانش ينزل عشان ينقسم الى 2 برانشز يعدوا حوالين الانتر اوسيس ممبرين فكان اسمه كومان انتر اوسيس ارتري، ومعاهم كمان برانش كان رايح للعضلات اللي اسمه الماسكولار برانش. طيب ممكن يجيب لك الراديال ارتري او ممكن يجيب لك الراديال ارتري ويقول لك اديني برضو 3 من برانشات الراديال ارتري. هي برانشات الراديال ارتري كانت ايه؟ كان عندي 3 برانشات بس من برانشات الراديال ارتري. ماسكولار برانشز كالعاده زي اخوه رايح على المسلز، وبرانش راجع لفوق كان اسمه ايه؟ كان اسمه راديال ريكارنت. لاحظ ان الالنر في منه 2، واحد بيعدي قدام الكوندايل واحد بيعدي ورا الكوندايل، يبقى في انتيريور اند بوستيريور النر ريكارنت، لكن عندي واحد بس من الراديال اسمه الراديال ريكارنت ارتري. اضف اليه ان كان في له برانش نهائي من البرانشات النهائيه بتاعته في الهاند. تعال نشوف الصوره اهي، بص كده اخر برانش من البرانشات بتاعته اللي هو بيصل لمنطقه الهاند، يعدي سوبرفيشال كده عشان يكون السوبرفيشال ارش. البرانش ده اسمه سوبرفيشال برانش اوف راديال ارتري. يبقى كده الـ3 برانشات بتوعه الماسكولار برانشز، الراديال ريكارنت والسوبرفيشال بالمار برانش. بص كده للصوره دي، الصوره دي جايبه لي الفينز بتاعت الابر لمب. انا كنت بقول لك ان البي قبل السي والميديال قبل اللاترال، فتلاقي البازيليك هو اللي ماشي على الميديال سايد ده كده، والسيفاليك ابو سي هو اللي ماشي على اللاترال سايد ده كده. يبقى ده بازيليك فين او بيزاليك فين زي ما انت تسميها، وسيفاليك او كيفاليك فين هو اللي ماشي على اللاترال سايد ده كده. طب لو شايف، لو شاور لك على ده اللي فوق ده كده اللي موجود داخل الاكزيلا، يبقى اكيد ده الاكزيلاري فين وهو كونتينيويشن للبازيليك فين وبيستقبل السيفاليك فين لما يجي يصب فيه. تمام كده. لو شاور لي على الفين اللي في النص ده كده، ده ميديان فين، ميديان كيوبيتال فين بيصل ما بين السيفاليك والبازيليك فينز وموجود قدام الكيوبيتال فوس، اسمه ميديان كيوبيتال فين. كان في فين تاني عشان افكرك بالنظري، اخر فين كان بيبدا هنا كده قصاد الريست وكان بيمشي في المنطقه دي كده ويروح يا اما يصب في البازيليك والسيفاليك مع بعض يا اما يصل للميديان كيوبيتال فين. كان الفين اللي ماشي في الجزء بتاع الفور ارم ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه ميديان فين اوف فور ارم. ممكن تعتبره هو الفين الصغير ده كده، ميديان فين اوف فور ارم. انا عايز اروح اشوف الجارات الخاصة بجزء الابر ليمب. بص معايا كده، انا عندي 3 جارات في الابر ليمب او 3 صور لجارات في الابر ليمب. اولا جار رقم 5 ده ابر ليمب، بص انت ممكن تحفظه بجار 5 بس انا عايز اعرفك ليه انا قلت انه ابر ليمب. بص كده شايف ده كده، شايف الحاجة المثلثة دي كده، العظمة المثلثة دي كده اللي انا مشاور عليها بالماوس، دي الاسكابيولا. وبما ان الاسكابيولا مثلثه يبقى يبقى اللي ظاهر قدامي دي الاسكابيولا، يبقى اكيد ده انت في الابر ريمب. طيب فاكس الاسكابيولا وانت مش شايف الاسكابيولا والموضوع ضايع عليك. بص كده في عندي مجموعه نيرفات كتير هنا اهيت اتحدت مع بعضها ثم افترقت وطلعت برانشات ومش عارف ايه. فاكر حاجه اسمها البريكيال بلكسس؟ البريكيال بلكسس ده كان موجود عند الابر ليمب وكنا بنقول ان كان بيبدا بروتس والروتس تطلع لي ترانكس والترانكس تطلع ديفيجنز والديفيجنز تطلع برانشز. ما هو بص كده روتس وطلع منها ترانكس والترانكس بقى في منها ديفيجنز التحمت مع بعضها والديفيجنز طلعت لي برانشز. معنى كده ان فعلا انا بقيت في ده البريكيال بلكسس اهو، اتحاد الفين النيرفز واختلافها وابتعادها عن بعضها. فيبقى انا كده في الابر ليمب. لو انا شاورت لك على الجزء بتاع الارتري اللي موجود جنب البريكيال بلكسس، البريكيال بلكسس في معظم اجزائه بيكون موجود في الاجزيلا، يبقى لو شاورت لك على الارتري اللي هنا ده كده هتقولي ده الاجزيلاري ارتري. طب لو نزلت تحت شويه كده ودخلت لمنطقه الارم في المنطقه دي كده وشاورت لك على الارتري اللي هنا هتقولي ده البريكيال ارتري، هو ده اللي انت المفروض تكون عارف الاتنين دول. بص كده الصوره دي جاب لك بقى الصوره اللي فاتت دي
خد منها بس الحتة دي وكبرها الحتة دي كده وقام مكبرها وهيشاور لك على اي حاجة. بص لو شاور لك من فوق هنا كده وانت جنب بداية البريكيال بلكسس يبقى انت هنا اكزيلاري. طب لو نزل تحت كده بعد ما البرانشات بتاعت البريكيال بلكسس طلعت يبقى انت كده بقيت في منطقة الارم، وعلى فكرة العضلة ديت المفروض ان هي البايسبس بريكيوي. يبقى انت كده عند البريكيال ارتري، يبقى فوق هنا اكزيلاري، تحت هنا كده يبقى بريكيال. طب تعالى نشوف عينة تانية. العينة 25 دي واضحة بقى، مش محتاج ان انا اتكلم فيها، باين قدامك الصابع اهي، يبقى انت في الابر ليمب، دي منطقة الفور ارم. لو شاورت لك على ارتري موجود في الفور ارم في المنتصف، لا هو على الراديوس ولا هو على الالنا، ده موجود في المنتصف بتاعها وموجود قدام باين الكف بتاع الايد قدام اهو. هتقولي الارتري ده ايه؟ تعالى كده نبص في الصور. الارتري اللي ماشي قدام، اللي ماشي قدام ده كده اسمه ايه؟ اسمه الانتيريور انتر اوسيوس، ماشي على الانتر اوسيوس ميمبرين من الامام اهو. ده كده الانتيريور انتر اوسيوس ارتري، بيبقى ماشي على الانتيريور انتر اوسيوس ميمبرين من هنا كده. طيب تعال نشوف، ادي اول واحد ممكن يشاور لي عليه الانتيريور انتر اوسيوس ارتري. طب ممكن يشاور لي على ده كده؟ بص كده تلاحظ ان في وراه مجموعه عضلات، صح؟ هو عايز الارش اللي موجود فوق، الارش الخارجي اللي العضلات موجودة تحته، مش الارش الداخلي اللي قريب من العظم. لا ده انا في عندي عضلات وفي عندي ممبرين زوار هناك اهوت، يبقى انا بشاور على الارش الخارجي اللي اسمه السوبرفيشيال بالمر ارش. يبقى لو شاور لي على ده هقول له ده الانتير انتر اوسيس ارتري، ولو شاور لي على ده هقول له ده السوبرفيشيال بالمر ارش. تعال نشوف بقى الصور وكذلك الجيارات الخاصة باللور ليمب اهو. دي اول صورة من الصور الخاصة باللور ليمب. انت عرفت ازاي يا دكتور ان ده لور ليمب؟ شايف عندك الهيب بون اهو، شايف جزء البلفس ودي الفيمر، يعني خلاص ده لور ليمب، الموضوع مش صعب. طيب لو شاور لي على ده كده هقول والله ده الاكسترنال ايلياك ارتري. طب لو شاور لي على تحت ده كده ده الفيمورال. كنت بقول دايما ان الاورطه لما بيجي ينقسم بينقسم الى 2 كومن ايلياكس، بعد ما ينقسم الى 2 كومن ايلياكس كل واحد منهم بينقسم الى انترنال ايلياك واكسترنال ايلياك. انترنال ايلياك بيدخل داخل البلفس، واكسترنال ايلياك بيعدي خارج البلفس تحت الانجواينال ليجامنت عشان يكون الفيمورال ارتري جنب الفيمر داخل منطقه الثاي. تعالى كده نشوف هو ممكن يشاور لي على ايه. هو شاور لك على الفيمورال ارتري وهيقول لك اذكر لي ثلاثه من البرانشات بتاعته. طبعا للي فاكر ان الفيمورال ارتري كان له 6 برانشات، الست برانشات دول كان منهم 3 سوبرفيشال و3 ديب. الثلاثه سوبرفيشال بتوعه ايه؟ بص كده واحد متجه للاعلى كده رايح ناحيه الايليك بون، كنا بنسميه سوبرفيشال سيركمفليكس ايليك. ده كده لو شاور لي عليه يبقى ده السوبرفيشال سيركمفليكس ايليك. كان عندي برانش بيتجه ناحية الجينيتاليا بالشكل ده كده، ده رايح ناحية الجينيتاليا اهو، كنا بنسميه سوبرفيشيال اكسترنال بيودندل. بيفكرني ان كان في برانش تاني ديب برضه رايح ناحية الجينيتاليا من نفس الارتري اسمه ديب اكسترنال بيودندل. اخر برانش من السوبرفيشيال من التلاتة بتوعه برانش طالع لفوق رايح ناحية الامبلايكاس كان اسمه سوبرفيشيال ايبيجاستريك. يبقى انا عندي 3 سوبرفيشيال لحد دلوقتي، سوبرفيشيال سيركمفليكس ايلياك، سوبرفيشيال اكسترنال بيودندل، وسوبرفيشيال ايبيجاستريك. طب الثلاثه ديب، ديب اكسترنال بيودندل، وكان عندي برانش رايح للباك بتاع الفيمور كان اسمه بروفاندا فيموريز، زي ما كان في عندي بروفاندا بريكياي خارج من البريكيال ارتري. ده كده البروفاندا فيموريز اهو، هتلاحظ انه مدي برانشات ورا الفيمور عشان بيغذي الباك بتاع الثاي. واخر برانش البرانش ده كده اللي هو نازل رايح ناحيه النيه، وكنا بنسميه ديسندنج جينيكولار ارتري. انا جبت لك كل البرانشات اللي موجوده في الصوره قدامك عشان ما نبقاش سايبين حاجه، لكن انت في الاصل غالبا هيشاور لك على الفيمورال، وممكن يسالك السؤال انيوميريت 3 برانشز، انا لسه ذاكر لك 6 برانشز مش 3 بس. الصوره دي جايب لي الفينز بتاعت اللور ليمب. بص كده الفين اللي موجود على الفرونت واللي بيخرج من عند الميديال سايد كده، ده كده ده كده ده كده بيمشي يمشي 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 يمشي، ده كده بنسميه الجريت صافينس فين. الجريت صافينس فين بيمشي بالشكل ده كده، ماشي على الميديال سايد بتاع الفوت الليج، على الميديال سايد بتاع الني، وبعد كده على الميديال سايد بتاع الثاي، ويطلع هنا عشان يخترق الكريبري فورم فاشيا ويدخل يصب داخل الفيمورال فين. انا عايز بس اتكلم على نقطه واحده، شايف النيه هنا؟
المسافة بينه وبين الني هاند بريدث، يعني عرض ايدك. فبص كده هتلاحظ ان هو بينحرف سلايتلي باكورد، فممكن يظهر لو انت جبت لي الصورة من الخلف، دي صورة من الامام. طب بص كده، دي صورة من الخلف للرجل. بص كده الجريد صافي نازلين هنا، ما هو بص كان ماشي على الميديا 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 الميديا، انحرف للخلف وهو موجود قصاد الني، فظهر على الباك بالشكل ده كده. فانت لو شاور لك على ده اي جزء منطقه فيه هتقول لي ده الجريت سافينس، لو جه شاور لك عليه هنا في الصوره دي كده هتقول لي برضه ده الجريت سافينس. طب امال ايه الفين اللي المفروض بياخد الكرسي بتاعه كله تقريبا على الباك؟ السمول سافينس فين. السمول سافينس بيبدا على اللاترال سايد، يبدا على اللاترال سايد، يطلع هنا كده، يمشي على الباك بتاع الليج، يوصل عند البوبليتيا الفصة هنا كده، يدخل ويصب في البوبليتيا الارتري، يبقى ده اسمه السمول سافينس فين. يبقى انا ايه الفينز اللي موجود عندي؟ ده الجريت سافينس فين اللي انا ماشي عليه ده كده، وممكن يظهر على الباك برضه، وده السمول سافينس فين. تعال نشوف كده تقريبا دول الصورتين. هو دي دول الصورتين الخاصين باللور ليمب. طب ما تيجي نشوف الجارات الخاصه باللور ليمب. انا عندي جارين للور ليمب. بص كده الجارات دي، هتقول لي يا دكتور عرفت ازاي ان ده لور ليمب؟ اولا بص كده عندي الشكل اللي قدامك ده كده، ده الانجواينال ليجامنت اهو يا جماعه. الانجواينال ليجامنت بيفصل الفيزلز اللي موجوده فوق داخل البلفس عن الفيزلز اللي موجوده تحته خارج البلفس. ده غير انك لما تبص على المسلز دي، مسل الثاي شوف حجمها كبير ازاي، غير المسلز بتاعت الابر ليمب اللي كانت متفرتكه. ده انت عندك عضله في الثاي اسمها الكواديريسبس باربع رؤوس، واحد اتنين تلاته والرابعه مختفيه وراهم. فده فعلا الثاي قدامك هي، يبقى انت كده لور ليمب. لو شاورت لي على الفيزلز اللي فوق الانجواينال ليجامنت هقول لك ده اكسترنال ايلياك ارتري واكسترنال ايلياك فين. طب لو نزلت تحت كده وشاورت لي على الفيزلز هقول لك ده فيمورال ارتري، وراه هناك اهو الفيمورال فين. طب بص كده هيشاور لي على الفين اللي جاي من بعيد، اللي كان جاي من الميديال سايد ويطلع فوق، اخترق الكريب ريفورم بليت وصب في الفيمورال فين. يبقى ده ايه؟ يبقى ده الجريت سافينس فين. انا لسه شارح لك الجريت سافينس فين، ما تغلطش لما يشاور لك على ده وتقول لي والله ده الفيمورال فين. لا ده فيمورال ارتري يا جماعه، ده مش سوري، ده مش فيمورال فين، ده جريت سافينس فين. طب تعالى ننزل للصوره الثانيه، العينه الثانيه اللي موجوده معانا، نفس العينه برضو جايبها لي بصوره اخرى، او جايب لي يعني عينه ثانيه برضو اللور ليمب. العينه دي برضو ظاهر فيها عندي هنا كده الانجواين اللي جامد اهوت، فصل لي فيزلز فوق عن فيزلز تحت. لو شاور لي فوق هنا كده يبقى ده اكسترنال ايلياك ارتري، لو شاور لي تحت يبقى ده فيمورال ارتري. بكده يبقى انا خلصت الجزء الاول والثاني والثالث من فايل العمل بتاعكم، فاضل لنا جزء واحد بس خاص بال ان شاء الله الاكس راي. اشوفكم بخير، فيديو جديد، سلام عليكم.